وقفت الكوادر الصناعية الوطنية جنباً إلى جنب مع الكفاءات الطبية. خبرتنا في تصنيع أجزاء الطيارات خلال 10 سنوات الماضية اعتمدت على التكنولوجيا المتطورة، وقدرنا نطبق نفس هالمعايير والتكنولوجيا في تصنيع مستلزمات الوقاية. كان لزيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الوقع والأثر الكبير على نفوس بناته وأبنائه من موظفي الشركة. قام سموه بالتجول في أرجاء المصنع والاطلاع على عدد من خطوط الإنتاج اللي موجودة عندنا، كما اطلع سموه على خط إنتاج كمامات الـ N95. تم تدشين الخط هذا في شهر 5، وهو تعاون استراتيجي بين استراتا للتصنيع وشركة هانيويل الأمريكية. الخط هذا قادر على إنتاج ما يقارب 30 مليون كمامة بشكل سنوي، والإنتاج الأولي تم توفيره لخطوط دفاعنا الأمامية مثل شرطة أبوظبي وأيضا مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي. نحن نفخر أنه يدار بكوادر إماراتية. عندنا 30 فني إماراتي قمنا بتدريبهم وإعادة تأهيلهم للعمل على خط إنتاج كمامات الـ N95. قبل لا أدش شركة استراتا، مريت بفترة أني درست في مجال التمريض. ضميت أنا لهذا المشروع لأنها حسيت أنها مبادرة إنسانية، وفي الوقت الحالي حلو أني أجمع بين مجال تصنيع الطيارات والتمريض كمشروع واحد، وهذا أقل واجب ممكن أنا أديه لتجاه دولتي اللي هو أني أصنع الماسكات. A big thank you. This helps ensure a continuous supply of PPE and helps promote confidence that caregivers will have what they need to take care of their patients safely. نعمل نخلص، ونحن نفخر بهذا الشيء لأن الإنسان هو الاستثمار الأول لنا في شركة استراتا.